عمر يقول انا عندي بي سي. هاي عمر، وش اللي بعده؟ بس ما عندي جراند. اذا عندك جراند ضيفني، ضيفني يا عمر. شباب للمعلومية، طبعا في كثير مو عارف لان نزلت انا فيديو على الفاسيليتي، وعلى باله من الفاسيليتي خلاص ثاني يوم بتخلص الفاسيليتي. يا شباب ما تقل مهماتها عن 30 مهمة. معلومية يا شباب، مهماتها مرة كثيرة، ومرة الفينالي ياخذ منك 40 دقيقة اذا كنت محترف. ففي كثير مو عارف عن الفاسيليتي، عشان كذا الفاسيليتي مو اي احد يلعبها. اولا في شيء اسمه اكت اللي هو اي سي تي، اللي هو اكت نمبر 1. راح تلعب تقريبا 4 بريب مع سيت اب، وبعدين اكت نمبر 2 راح تلعب كذلك 4 او تقريبا الى 5 بريب وسيت اب، وبعدين اكت رقم 3 راح تلعب فيها اللي هو طبعا السيت اب الاخير، وتلعب الفينالي، وهي اللي عليها دبل ماني لهذا الاسبوع، وعشان كذا تاخذه على التيشيرت. في واحد اضافني، دقيقه يا شباب. شباب المهمة هذه لعبتها المرة اللي فاتت، قسم بالله انها قلتشت معايا، ما رفضت التطير معايا الدلوكسو، وان شاء الله انها تطير يعني. يلا اوكي، كل واحد ياخذ دلوكسو ملونة لكم طبعا، كل واحد له لون. شباب الله يحييكم، ان شاء الله نلعب كلنا مع بعض باذن الله يا شباب. اوكي نبدا، خلينا بس يعطينا المهمه اولا، لازم يعطينا المهمه، لازم ننتظر خوينا. فاكيد راح تكون في ال LSIA اعتقد، في اوكي يقول لك لازم تنتظر. اوكي هي راح تكون هنا يا شباب، اعتقد المهام هنا او هنا في البحر، وبعدها راح تتوزع. اوكي بقى خوينا الاخير. الله طيب. يلا انا كل واحد مكان. اوكي طبعا لازم ناخذ الداتا. الداتا كيف؟ تقرب من الشاحنه وتنتظر، بس انتبه لي لو كانت على الهارد لازم تنتبه. يا بوت يا ابن البوت، يعني واضحة انك مرسول يا اخي، انا عارف. اوكي تضغط سهم يمين عند الشاحنة، بس انتبه خليك ماشي جنبه عشان ما يطلق عليك. اوكي هنا ما يقدر يطلق عليك نهائيا، تعرفين هذا الطريقة الافضل. 61% لا 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 لا. اوكي اوكي اذا خلصنا، لازم نفجر طبعا. اوكي يلا السلام عليكم. شوف صاروخ الدلوكسو اسطوري اسطوري يا حبيبي. في بوابه انا افتكرها من هذا المكان. دقيقه يا شباب، اوكي نايس. يلا نبدا المهمه يا شباب، سوري على التاخير معليش. اوكي يلا نلحق الطيارة يا شباب. اوكي اخيرا طارت، يلا يلا ناخذ عندنا معلومات. يلا تاخذ معلومات دول قد ما نقدر. اوكي يقول خليك في المكان يعني قريب من الطائرة عشان تاخذ المعلومات. اوكي بالرنج هنا. نايس اوكي
اوكي خلاص نرجع الفاسيليتي. جراج المدينة اوكي. ديليفر ديلوكسو تو ذا دروب اوف. نعم اوكي. ناخذكم بجولة في ناطحات السحاب تبع لوس سانتوس يا شباب. نايس. نايس يا شباب نايس. ودي العب الهايس بس ما عندي احد. اي والله الهايس اذا ما عندك احد تقهر يا جماعه. مجهول حصل على ما شاء الله على البلاتينيوم. نايس مجهول. مو مبين صوت والله غريب يمكن من الاعدادات. بالي من الاعدادات احط الاوتبوت على هايبر اكس. اي المهمه هذه غثيثه والله شوي. يبغى لها بس على الاقل مهلا نلعب. ان شاء الله ما اموت اول واحد بس اتفشل قدامكم دحين. لانه والله ماني ممارس للفاسيليتي كثير يعني زمان عنها والله. زمان عنها لكن اللي خلاص اعرف انه خلاص يا اخي خليك انسان هادي وما عليك امورك سعيده. ونروح على الهيلي. اوكي. عارف في مهمة مرة غثيثة اللي هي حقت الطائرة اللي تطلع الطائرة وتبدأ تفجر أماكن في الجبال. هذه مرة إلا. وعليكم السلام أبو تميم أهلا. تركي لعبوها بتسلل بإذن الله. أو لا مفترض نلعبها بتسلل بس هو كذا يعني في النهاية حينفضح الموضوع يعني. وخلصتها أعتبر أن هذا أفضل إنجاز. يلا يا شباب سامع ما ادري الشباب اكيد شايفين ردود الشات متحدين العيال. يقول لك لاند اند جفرمنت فاسيليتي روف. يلا ننزل على الفاسيليتي روف. يقول نحتاج هذا الطائر لنغادر من هذا المكان. اوكي نلعب. لا خلينا نجيب السايلنت. اوكي ايش فيه؟ الارت. اي لازم تنتبه من الكاميرات. اوكي كريتو ما شاء الله عليك. يلا شباب انتبهوا للكاميرات ها ركزوا. اوكي ما اعتقد احد يسمعني من هنا. اوكي يلا ريلاكس. انا عارف انه هذا المكان قلتش مره قلتش بس يلا اوكي على الاقل مهلا يا شباب. خذوا نفس يعني كل واحد ياخذ نفسه عادي. في كاميرا يا شباب هناك. ما اعتقد انها لها دخل هذه. اوكي نايس نايس. اوكي نايس. اوكي جي. في كاميرا. في كاميرا يا شباب. شيل الكاميرا لا تشوفكم يا شباب الكاميرا. اوكي الكاميرا اوكي. هذا العسكر اثنين خلينا نشيلهم. يلا شباب. اوكي في اثنين جايين. اوكي
نشيله مرة واحدة يا شباب. اوكي نايس. يلا كل المفتاح اللي عنده المفتاح. اوكي سيرش واحد. اوكي خليه يفتشوا. نايس. يلا من المكان الثاني. في كاميرا يا شباب فوق انتبهوا. نايس. اوكي نايس. كاميرا 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 دقيقة. اوكي هنا بعدين ننفضح يا شباب. يعني كده كده راح ننفضح في ذا المكان يعني ما راح نكمل. المهم خليكم شديدين يا شباب يعني. يلا كل واحد يمسك مكان. فان كلامك كثير ومزعج. هذه اشتكت لها يا اخي والله. باقي اثنين. هذه هنا وهذا. لا لا تقول لي جبت العيد. والله شكلي والله شكلي جبت العيد فيها. دقيقه لا هذا حطيته اول هنا. اوكي تنتين دقيقة. لحظة لحظة. اوكي هذه هنا وهذه ما لازم اسوي كذا يعني. المشكلة انه الغلطة الثانية ما هي حلوة. يلا بسم الله. تنتين صح. باقي اخر محاولة. اوكي بسم الله خلينا نجرب هذه هنا. هذه حطيتها انا ذا المكان. لا اللي صح صح صح. هذه هنا. اوكي الحمد لله كويس اني ركزت. يلا deliver. اوكي طيب طلع عادي شباب اللي عنده شتجن واستخدم ال. اوكي في واحد من الشباب هناك خلص. كل واحد عليه مهمته. من أربعة. تركي من وين اجيب صور حلوه للبث يعني؟ انت من وين تجيب؟ اكتب في جوجل يا كليستر. جوجل يساعدك يا حبيبي لانه اغلب الصور تجي من نفس مزود الخدمه اللي هي زي روك ستار يعني. اوكي انفضحنا. بدوا الشوت جن. درعوا يا شباب. الله يا لا شباب على النقطة الصفراء. أو سواتيم يا شباب. شتجن يا شباب لا تنسوا. Get behind something. هذه المهمة إلا. لا. أوكي. في واحد وراي هنا. أوكي. لازم كلنا نجي.
لا الميني جن نبغاه برا يا شباب، الميني جن برا. درع يا شباب، فعلا كلنا ميني جن يا شباب، اللي عنده ميني جن بقى واحد بس من اخويا لازم ندعمه. اطق على هذاك. اي على طول تعال اطلع 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 بس. نايس. اطلعوا يا شباب يلا. الشغل برا. يلا يلا شباب. الشغل برا الله يعين. يلا كلكم مني جن يا شباب. كلكم مني جن. هلا علي هلا. الله يا علي تنورنا حبيبي ضيفني. انا مكتوب اسمي جيمر بريف 918. اوه الله عين. يلا شباب استعداد. يلا اول حاجه خلينا نتخلص منهم كلهم. ها كلهم نبغى كلهم. نطق على الديل يا شباب، الهيلي على الديل اطلقوا. تمام اوكي والعوب. من مات تي اتش داي. اوكي راح نرجع من جديد نفس المكان يا شباب. ها اللي لا تستعجلوا يا شباب، لازم نكون جنب بعض، كل واحد ماسك زاويه عادي. دي اتش سيت اب سيرفر فارم. نرجع من جديد، غريبه. هو مفترض على بوابه الخروج والله. طبعا شايفين شباب ايش مكتوب؟ مكتوب اكت 1. اكت 1 يعني هذه لسه يعني تو الناس يعني. اوكي يلا خروج يا شباب. لا تضيعوا وقت مع السوات تيم يا شباب، على طول نطلع. ها يا اخ هذا والله جامد، هذا مره طلقه ما شاء الله عليه. اوكي يلا ما في احد هنا. اوكي والله الشغل برا، الشغل برا هنا ايزي. تعال تعال شباب، واحد بس يمسك درج. اوكي يلا ليتس جو. خلاص وصلنا كلنا نايس. حلوين يا شباب. شباب نمشي على النقطة واحدة بواحدة، الهليكوبتر نطلق على الذيل. تمام لا تطلق على اللي موجود، اطلق على الذيل عشان يطيح الهلي بسرعة. اوكي ميني جن لازم. اوكي واحد مسك الزاوية هذي، انا بمسك الزاوية هذي اللي هنا. نايس الديل الديل بس يا شباب، الديل على طول تطيح. مجهول معذر معليش. هذا ولا شيء ترى والله. المهمة الأخيرة غث حاجة أنا أتذكرها زي اليوم بالذات. في مهمة برضو مهمة السيت اب تبع الفنجالي برضو علة. في مهمة اللي ضد أعتقد ضد حق الفنجالي والله الكنجالي مرة مرة علة. للأسف والله يا شباب إلى الآن اللعب عبر المنصات مو موجود في بشكل عام في روكستار، ما انا عارف ايش الاسباب.
طيب شباب تعالوا تعالوا من جهتي. اوكي اوكي انا ما اعتقد يفتح الباب، لازم من الجنب الثاني. اوكي اولي اوتك اوكي اطلع. عارفين ليش يا شباب نهرب؟ لانه الاسرى المهمه انا حاطة على نورمال، يعني ما هي على هارد. هارد صعب، هارد لازم تتخلص منهم كلهم يعني. خذ وضيع. دقيقة خلنا نتخلص من هذا اللعين. ليتس جو يا شباب. اضطر اني اتقاتل معهم. اما ما يموت هذا. يلا تأخرنا يا شباب. كفو كفو تعال يطلع على طول. اوكي نايس، هذا ينزل سوات. يلا اوكي باقي باقي واس واحد، خلينا ندعمه. طالع هو صح، انا ما بطلع بالاكولا، اقدر افجره والله بالاكولا. اكولا فيها اعتقد صواريخ يعني جاهزه هي. يلا يا شباب مشينا. خلاص خلصنا، كلنا وصلنا صح؟ باقي واحد، باقي واحد تحت. ما ينفع لازم نطلع كلنا. اف كي اوه اوكي افك. والله مو وقتك تفك دحين. الله حتنعاد المهمة اذا كان اف كي. طلعوا الخلاط، الخلاط احسن. ام جي يا شباب، ام جي افضل انا اشوف. في ناس بيرسبون ورانا، خلينا نخلص منهم هذول. خلينا نتخلص من اللي هنا برضو. اوكي عشان ارتاح منهم. بسرعه بسرعه اطلع 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 اطلع. اوكي عشان ما يجينا غدره. خلاص خلاص تعال 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 تعالوا معي، ها تعالوا معي يا شباب. واتش ماي باك. تعال 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 يا شباب، يلا 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 ورايا يا شباب اللي سامعني في البث. ترى مهمة مرة ايزي والله يا جماعة. اطلع اطلع على طول السلالم يا شباب، اطلعوا السلالم راح نوصل بسرعة، ما عليكم منهم. خلنا نتخلص من الهيلي هذه. وينك؟ موت. اوكي يلا نايس نايس. اي 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 كذا عليه صح. يلا الثالث اطلع. ليتس جو. خلاص اول اون بورد. يلا ليتس جو يا شباب. يلا استلت يا شباب.
They won't monetize. طبعا شباب انا حاليا على الستيل ما راح يشوفوا الهيلي مره ما راح يشوفوا الهيلي. هذه ميزه من مزايا الاكوله يا شباب، لا تفوتكم الاكوله صراحه. مركب السوريه ليتش اي يقول النت فصل. ايه انا توقعت النت فصل عليك. عادي عادي حبيبي. شوفوا انا عندي قاعده روك ستار من زمان، العب مهامها خطيه بحته، مهما كنت معرق، مهما كنت لعيب، مهما كنت حافظ اماكن البوتات، الا انه لازم تلعب على حسب التعليمات اللي يتكلم معك. يعني دحين احنا اللي يعطينا التعليمات لستر، فلازم نتبع تعليماته بالملي يعني. واحنا نلعب على المهام، انا صراحه احيانا ما اركز قد ما ايه خلاص راحت الشوطه، اركز على الكتابات اللي تحت يا شباب بس. نايس. نايس يا شباب نايس. احمد كرباء اوكي. يا هذا طبعا مقطع سينمائي يا شباب راح نشوف. احمد كرباء ابشر ابشر احمد. بس انا بي سي يا احمد. ها Clifford analyzed the data and I analyzed Clifford. Let me give you an example of my sort of thinking. Could you stop it with the keynote thing? Sorry. Can I make a call here? يقول I love you video brother. Thank you Mr. Muhammad. Appreciate it يا حبيبي. Agent 14 يا شباب. I'm calling you from a top secret former government. سعود اهلا وسهلا سعود حبيبنا، كيف حالك طيب؟ دوغنيستا يقول انا بي سي ينفع ادخل معكم. تعال حبيبنا. دراغونيستا ادخل معنا. أرسينو الفاسيليتي جاوبنا على أرسينو. Listen, you're going to get us all killed. It's as clear as the very natural looking hair on my head. نروتو وعلى مس النور اهلا وسهلا. هذه المهمة يا شباب اللي راح تجينا مرة حلوة. راح نلعب مع فرقة الـ AIA اعتقد. مخافة اعتقد AIA. خلينا نشيل هذه. طبعا كليفورد يا شباب اللي هو الذكاء الاصطناعي اللي صنعه ايفون اللي ما يعرف يعني اسمه كليفورد، والتيشيرت او الهودي اللي راح نحصل عليه مكتوب كليفورد. يا أرسينو رديت عليك والله، قلت لك يعطيك حدود ال انت حسب اتفاقك 50-50 اذا كان مع احد من اصدقائك ما يقل عن 1,200,000 تقريبا يعني. تركي يقول لي انت سوق الدبابه ودمر كل البوتات وانت رايح للهدف. لينس وعليكم السلام نور. ابشر ابشر يا فيصل تم. اي واحد يسوق مو مشكله يعني عارف. يلا ليتس جو. والله فعلا هذه المهمة اعتقد لو تكون معنا الكروما يكون افضل يعني. اللي معايا مستعد تطير. راح نطير. طيرنا. يلا يا شباب. احا ايش دخلك المروحة؟ والله مو مني يا جماعة، انتوا شفتوا الخطأ من وين؟ يلا بسم الله يا شباب على بركة الله. يقول لك wait for the team، انتظر التيم. درع درع يا اخوي، خلينا ندرع يا شباب لانه المهمة هذه هيبشوا بشة أليمة. نعم يا اخوي ايش تقول؟ ما سمعت صوتك والله. ما سمعتك. شباب ايزي يا ايزي ايزي، على الاقل اهلكم ترى تقدروا عليهم. ايه كفو 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 عليكم. يلا. Come on!
اوه لحظة خلينا اكفر شباب. لا 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 ما توقعت انه بيهجم علي كذا. والله كان حيموتني كويس. اوكي هنا يا شباب انت هنا 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 في هذا المكان هذا المكان هنا عرف المعلة. هاي الصراحة يا شباب في حاجة هنا علامات تعطيني. اوكي يلا ليتس جو. مجهول ما اوكي ما ادري تنعاد المهمه يا شباب ولا تتكمل. تتكمل اوكي. اوكي لازم نحمي المكان يا شباب تمام. فوق فوق نطلع. اوكي ليتس جو. اما ما مات هذا باقي حي. اوه يحب الحي هذا. طيب شباب ننتبه من اللي في الغرف. ما الغرف هم عله ترى. طيب نروح لمكان ثاني. اوكي يلا خوي تعال خلصنا كذا. اوكي يلا نستخدم هذه. لا ستاند اب ارجع 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 ارجع. شغل يا حبيبي شغل يا شباب اشتغلوهم شغل لا ترحم واحد. لا اوصيكم والله نايس. هذا طبعا الموجود عندي في الفاسيلتي هذه. يلا ايفان اوف 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 شوف الهيلي جد لين عندي. يلا ايش فيه؟ لا تقول لي على بالي انتهت المهمة. اوكي نايس يا شباب نايس. يلا نيكست ايجنت 14 انقذنا. قلت لك انت مركز اكس. That we don't know each other. Mr. SD وعليكم السلام. اهلا اهلا. You know me, you don't. Who do you work for? Can I get this place on lockdown right now? Come on you imbeciles. No, there is no potluck. Legend Aegon يقول السلام عليكم اخوي جيمر بريف والله يمسك بالخير انت والربع. لهند بسالك هل في مقطع وضحت فيه الفلتر اللي تستخدمه وقت تلعب ريدد؟ نعم نعم موجود يا شباب. روح على قائمه روح على القوائم حتلاقي شروحات عامه كيف تستخدم فلاتر انفيديا. Can I log on to Clifford here? Sure. It's Russians. We know it's Russians. It's Russian. This attack is one of their signature moves. Nice game. Thank you, bro. Thank you. It's meant to look like Russians. We think it's not Russians because that would be too easy.
كارتي اهلا 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 منور والله وعليكم السلام منور البث يا مرحبا مجهول ايش بعده في 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 مهام سيت اب كثيره باقي بس ما اعتقد راح نكملها كلنا كلها يعني راح نشوف على حسب كم مده البث والله البث مطول صراحه في مهام كثيره مره يعني حرفيا يا شباب ممكن اكثر من 30 سيت اب وبريب تخيلوا يقول المجهول علق تصير عشان كذا نلعب بالكنترولر يا اخوي انا عارف الماوس ولما نلعب العاب فيها كيبورد وماوس والله احيانا تصير المشاكل هذه ارسين الله يسعدك حبيبي اشكرك اوكي طبعا شباب يعني اتمنى اللي معي في البث فهمتوا الان يعني نقطه اللي هي اكت 1 واكت 2 واكت 3 احنا الان ما زلنا في الاكت 1 خلاص خلصنا باقي الان اكت 2 وبعدين اكت 3 اللي عليها الدبل ماني حبيبي الله يسعدك يا ارسينو احبك الله فيما احببتني فيه حبيبي ليجند يقول الله يجزاك خير حبيبي الله يسعدك باست يا شباب اكت 1 يا شباب انتهينا انتهينا ان شاء الله اكت 1 جاني طبعا شوفت عينكم اللي هو اعتقد جائزة من الستيم ما هو من الستيم من اللانشر تبع روكسار اني حققت اكت 1 كومليت اندر 5 مينيت اوكي طبعا بعدها راح نبدا في الاكت 2 الاكت 2 نفس الحكايه يبغى له تجهيزات وسيت اب والى اخره وبعدها تلعب هايست وبعدين الفينالي طبعا لكن الفينالي الاخير هو دومز دي هايست واصعب شيء هو اللي عليه الكلام وعلى فكره دومز دي هايست طبعا ياخذ 40 دقيقه يا شباب حرفيا ترى ياخذ 40 دقيقه زي السلام عليكم هذه في حاله انك ما مت يعني اذا مت وتعيد من جديد الله يعينك